القوات المسلحة الأمنية والعسكرية على أغلب الإرهابيين المتحصنين بالجبال التونسية، ولم يبقى منهم إلى حدود العام الماضي 2023 سوى 11 إرهابي فقط، بعد ما كان عددهم في حدود 117 عنصر حسب المعطيات اللي ذكرها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فكر بوزغايا. بوزغايا يقول أنه بمناسبة إحياء ذكرى ملحمة بن قردين أنه عدد العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات تقلص من 117 عنصر بين 2014 و2016 إلى 11 عنصر سنة 2023 ينتمون إلى كتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي. وتواصل الوحدات الأمنية والعسكرية تعقب المجموعات الإرهابية المسلحة المتحصنة بالمرتفعات وخاصة منها الغربية، ومنها ما يعرف بكتيبة عقبة بن نافع المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أو المجموعات التابعة لجند الخلافة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم 27 ديسمبر 2023 أن الوحدة المختصة للحرس الوطني ولواء القوات الخاصة للجيش الوطني مدعومة بوحدات جيش الطيران تمكنت إثر عمل استخباراتي من القضاء على 3 إرهابيين خطيرين بجبال القصرين تابعين لكتيبة جند الخلافة بتونس، وحصر تحركاتهم بمرتفعات سيدي بوزيد والقصرين. وللإشارة فإن تونس شهدت بين 2012 و2015 شهدت عمليات إرهابية متتالية هي عبارة على معارك متقطعة وتفجيرات بالألغام وكمائن في المرتفعات الغربية، ومنها جبل الشعامبي ومواجهات بعدد من المناطق الأخرى على غرار أحداث قبلات وسيدي علي بن عون 2013 والهجومين على متحف باردو ونزل إمبريال سوسا وتفجير حافلة الأمن الرئاسي في تونس العاصمة عام 2015. وحققت قوات الأمن والجيش انتصارات هامة ونوعية في حربها على الإرهاب، من ذلك العملية اللي قادتها الوحدة المختصة للحرس الوطني نهار 28 مارس 2015 بسيدي عيش بقفصة وقضت فيها على 9 قياديين إرهابيين بارزين. ومن أبرز هؤلاء القياديين الإرهابي الجزائري خالد حمادي الشايب والمكنى بلقمان أبو صخر المورد في هجوم متحف باردو، وأنس العاتري المكنى بأبو أنس وهو أحد مؤسسي خلية جبل ورغة في ولاية الكيف المورطة في عدة أعمال إرهابية داخل التراب التونسي، وكمال زغروف المكنى بمعاوية أبو حمزة أمير منطقة الجنوب لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وآخر يعرف باسم ميمون الجزائري، علاوة على دحر كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة إلى خارج البلاد. كشفت قوة الأمن والجيش عديد الخلايا النائمة أبرزها خلية طلوط الشامي الموالية لتنظيم داعش الإرهابي التي تم كشفها في شهر نوفمبر 2022 وإيقاف 11 عنصر تابعا لها. ومثلت ملحمة بن قردين نقطة فارقة في تاريخ الحرب على الإرهاب في تونس بعد قضاء قوات الجيش والأمن على مجموعة إرهابية مسلحة حاولت يوم 7 مارس 2016 الاستيلاء على المدينة لإعلانها إمارة تابعة لتنظيم داعش. وتمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية في هذه المعركة من القضاء على 55 إرهابي وإيقاف 96 منهم، وحجزت 220 قطعة سلاح كلاشنكوف و15 قاذفة RPG و80 رمانة يدوية و70 لغم مضاد للدبابات، مع كشف 4 مخازن أسلحة خارج المدينة. وكانت تونس عرفت منذ أحداث جانفي 2011 تحديات أمنية استثنائية، لاسيما بعد تفعيل العفو التشريع العام اللي أطلق بموجبه سراح عديد الإرهابيين الخطيرين من السجون التونسية،
ومع سيطرة العناصر التكفيرية على المنابر الدينية وظهور تيارات دينية متشددة ومنها التنظيم الإرهابي أنصار الشريعة، كذلك المتحدث باسم وزارة الداخلية فيكر بوزغاية يقول إنه مظاهر التطرف الديني والإرهاب استفحلت في تونس آنذاك وانتشرت بشكل لافت وعاشت البلاد مرحلة أمنية استثنائية تراوحت بين صد للعمليات الإرهابية في مرحلة أولى والعمل على مكافحتها في فترة متقدمة. وأكد بوزغاية أن مكافحة الإرهاب تبقى من أوكد الأولويات، خاصة في ظل تواتر معلومات بشأن وجود تهديدات جدية وتسجيل أنشطة وتحركات مشبوهة لعناصر سلفية متطرفة، ومع مواصلة التنظيمات الإرهابية نشر إصدارات سمعية ومرئية تحرض على تكثيف النشاط الجهادي وتنفيذ عمليات نوعية. في صفاقس نفذ معلمي المدارس الابتدائية بمعتمدية سقيط الدير اليوم وقفة احتجاجية أمام المدرسة الابتدائية المنى بمركز السبعي بالجهة، وتعطلت الدروس بالمدارس الابتدائية بمعتمدية سقية الدير، وذلك على خلفية تواصل الاحتفاظ بمدير المدرسة الابتدائية المنى ومعلمة في علاقة بحادثة اعتداء أحد التلاميذ على زميله بمقص على مستوى العين داخل قاعة الدرس اللي كانت هزت الرأي العام. يأتي هذا تحرك إثر قرار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس واحد في جلستها المنعقدة يوم أمس تأجيل النظر في قضية مدير مدرسة المنى مركز السبعي ومعلمة بنفس المدرسة إلى جلسة يوم 14 مارس القادم ورفض مطالب الإفراج. يذكر زادة أنه يوم الجمعة معناها الوقفة الاحتجاجية هذه رفعت جملة من الشعارات، وأعلن عبد الكريم السويسي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي لشغل بصفاقس والكاتب العام لفرع الجامعة للتعليم الأساسي عن عقد اجتماع يوم غد لأسلاك التربية لإقرار التحركات القادمة. وكانت المدرسة هذه بصفاقس شهدت حادثة أليمة، قام تلميذ بالاعتداء على زميله داخل القسم بمقص على مستوى العين. وقالت والدة التلميذ اللي يقرب سنة الأولى إنه لم يتم إعلامها بالحادثة من قبل المدير سوى بعد ساعة من حدوثها، بينما سارعت إدارة المدرسة بالاتصال بوالدة التلميذ المعتدي حال وقوع الاعتداء لتصطحبه إلى المنزل حسب رواية الأم. وأكدت الأم في شهادتها أن المدير لم يخبرها بحقيقة ما حدث وحاول التقليل من خطورة الاعتداء، وأخبرها بأن زميل ابنها اعتدى عليه بقلم بعد تفاجأت وقت وصلت المدرسة بمدى خطورة الإصابة، وبعد تبين لاحقا أنه تعرض لاعتداء بواسطة مقص وليس قلم.